أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفقرة التي نخصصها دائما لأداء الأسواق العالمية. يبدو أن زخم البيانات القادمة من الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يؤثر بشكل واضح على تداولات الأسواق العالمية. تظهر هذه البيانات ضعف بالنسبة للنمو وخاصة العجز الذي سجلته الصين في ميزانها التجاري بعد تراجع الصادرات. كيف ممكن أن توحي هذه البيانات إلى الأسواق؟ دعونا نتابع وول ستريت بالأمس كيف أغلقت في أولى جلسات أسبوعها، والداو جونز كان قد تراجع بعشري النقطة المئوية، الاس ام بي 500 أيضا سجل تراجعات. لا ننسى أن كبرى الشركات وعلى رأسها البوينغ أيضا كانت قد أثرت على تداولات المؤشرات الأمريكية. فيما يتعلق بأداء الأسواق مجتمعا نناقشها مع ضيفي في استوديو البرنامج السيد وليد جرادات كبير المحللين في اتش واي ماركتس. أحييك سيد وليد. صباح الخير سيدنا. بيانات الصينية مدى تأثيرها كيف تصفه؟ التأثير واضح على سواء على الأسواق الآسيا أو عفوا الأسواق الأوروبية أو حتى الأسواق الأمريكية. كانت الإغلاقات في المنطقة الحمراء جميعا، ولكن أنا برأيي ليس هناك أي داعي للقلق من ناحية هذه البيانات. هذه ضعف البيانات جاء بسبب كما نذكر أو كما نعلم بسبب طول العطلة في الصين وهي رأس السنة القمرية. ولكن برأيي لا يجب أن نقلق من ناحية الصادرات في الصين خلال هذه الفترة. نعم. وخلال شهر فبراير بما يتعلق بموارد الإجازات. ما يجعلنا نقلق هو النظر إلى الواردات الصين. إذا كان في هناك فعلا ارتفاع في الواردات هنا يجب أن يكون القلق، وإذا كان في هناك تراجع في القلق على الصين، القلق ولكن على الصين مش على الأسواق الأخرى. بالعكس نعم. ممكن تكون لسه عم تجارتها شغالة منيح. القلق على الصين، القلق على الصين يأتي إذا كان في هناك ارتفاع في الواردات وليس انخفاض كبير في الواردات لأسباب نعم. معينة. يعني احنا عم نحكي لسه عن أنه ارتفاع في أو أنه الصادرات الصينية نعم. هي اللي سجلت التراجع، لكن نعم. لكن الواردات ممكن تعمل عنا قلق أكثر في الميزان التجاري. صحيح صحيح نعم، يجب أن تنتبه أكثر إلى الواردات في بالنسبة للصين. أيضا هناك لاحظنا رولا تراجع كبير في التضخم في الصين. شفنا السي بي آي تراجعت إلى مستويات 2%، كانت في شهر نوفمبر السنة الماضية كانت عند مستويات 3.3%. لاحظنا هذا التراجع 1.3% خلال تقريبا ستة شهور. يمكن هنا لازم نوقف شوية ونشوف الاقتصاد الصيني شو اللي عم يصير فيه. تراجعات 1.3% وتراجع كبير في مستويات التضخم، يعني من مستويات 3.3 إلى مستويات 2%. دعنا من جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أسبوع يخلو الحقيقة من بياناتها ما جدا، لكن البوينغ سهم هام جدا بيعطينا أيضا إيحاء بأكبر صناعة من كبرى الصناعات لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية ومفخرة الولايات المتحدة الأمريكية. بوينغ هذه الشركة وتدقق من جديد في 40 طائرة من فئة 787 أو دريم لاينر، ويبدو أنه هذا سيعطل لديها صفقات قادمة. السهم سجل تراجعات في الأمس وأثر على المؤشرات الرئيسة بشكل عام. قطاع الصناعة يعني بغض النظر عن البوينغ عندها إشكالية خاصة، لكن تجد أنه قطاع الصناعة ممكن يعطينا إيحاء في الربع الأول بأنه بدأ ينتج أحسن، قطاع السيارات والتصنيع وغيره. أنا أستثني الحالة الخاصة المتعلقة ببوينغ طبعا. بالطبع أتوقع أنه قطاع الصناعة في الولايات المتحدة ممكن نشهد بعض التحسن الكبير، خصوصا قادم من قطاع تصنيع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظنا طبعا هناك ارتفاع أيضا في مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. أهم الأخبار التي ننتظرها رولا هذا الأسبوع هي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أتوقع أن تكون نعم طبعا البيانات متوقع أن تكون جيدة بعد بيانات السيئة التي شهدناها خلال شهر جانيوري شهر يناير بسبب كما نعلم سوء الأحوال الجوية. لاحظنا فعلا بشهر فبراير أنه صار في بعض التحسن فعلا في البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أظهره أيضا بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي. دعنا نلاحظ هذه المرة ونراقب الأوضاع في الأسواق الآسيوية وماذا حدث في جلسة هذا اليوم. طبعا نهيكم عن البيانات الضعيفة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي الصين. دعونا نتابع ثالث أكبر اقتصاد في العالم واليابان هذه المرة كيف تبدو لدينا. كل الأنظار تجاه قرارات البنك المركزي الياباني وإبقائه على مستهدفاتها الحالية. نيكي 225 يرتفع بنصيب 17 نقطة المئوية إلى 15224 نقطة. توبكس الأوسع نطاق نصف النقطة من
المكاسب. وأذكر من جديد البنك الياباني المركزي يحافظ على سياسته النقدية التحفيزية على مستوياتها. نجد في كوريا الوضع مختلف نوعا ما، كون الشأن الداخلي تعنى به أكثر يعني كوريا، والمؤشر العام نعم يسجل مكاسب بنصف النقطة المئوية على ما أغلقت عليه أو تحاول إغلاق عليه بقية الأسواق الآسيوية. دعونا نتابع هذه المرة في شانغهاي والتداولات إلى تراجع بعشرين نقطة. يبدو أنه زخم الأخبار السلبية من الصين يلقي بظلاله على مؤشرها العام الـ S&P 200 الأسترالي على مكاسب محدودة. دي جي هونغ كونغ يكتسب نصف النقطة المئوية، ولدينا الهانغ سينغ يرتفع 20 نقطة وتراجعات لبومبي في جلسة هذا اليوم. إذا هذا فيما يتعلق بالأسواق الآسيوية. أعود من جديد إلى ضيفي السيد وليد جرادات. بالنسبة لليابان وتحفظ واضح من قبل المركزي الياباني تجاه سياسته النقدية، هل تجد أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح؟ برأيي أنه اليابان يعني من البيانات التي نشهدها رولا أنه فعلا اليابان أنا برأيي تسير في الاتجاه الصحيح والاستمرار في عملية الأسد بيرشيز أو شراء الأصول تتراوح من 60 إلى 70 تريليون ين شهريا تقريبا. أتوقع أنها ناجحة، ونجح آبي بالفعل في دفع عجلة الاقتصاد الياباني من خلال الإضعاف العملة المحلية الين مقابل الدولار بالذات، ومقابل أيضا بعض العملات الرئيسية مثل اليورو. نعم. بس باليابان شوي الوضع مختلف، لأنه عندك في تحسن اليوم نعم في الجلسة، لكن ما بتنسى أنه على نيسان إبريل عندك في تطبيق رفع ضريبة المبيعات من 5-8%. نعم، وهذا أكيد حيأثر نوعا ما على حالة البطء يمكن في الاقتصاد الياباني، وأنت بتعرف أنه كان في كتير اعتراضات على هالموضوع. مدى تأثير الأسواق من الآن وحتى ذاك الموعد أو في اليابان باعتقادك كيف سيكون؟ أنا برأيي أنه في كان بوش أو كان في دفع لعمليات التصدير خلال أو كانت الشركات عم تستغل هذه الفترة الموجودة حاليا إلى حين رفع الأسعار الفائدة التاكس أو الضرائب. كان في بوش كبير من الشركات اليابانية للتصدير لاستغلال في هذه الفترة قبل فرض الضريبة اللي هي 8%. من الممكن أن يكون في هناك بعض التباطؤ خلال الفترة الأولى، خلال الشهور الأولى بالنسبة للصادرات اليابانية، ولكن لا أتوقع أنه يؤثر بشكل سلبي كبير على الصادرات اليابانية مستقبلا. ممكن نشوف فعلا تراجع خلال الأشهر الأولى من بعد تطبيق هذه الضريبة كأحد الآثار الجانبية لهذا التطبيق، ولكن على المدى البعيد لا أتوقع أن يكون فيها تأثير سلبي. نعم، أرجو أن تبقى معنا سيد وليد. سنعود بعد قليل هذه المرة ومبحثنا القادم حول أداء الأسواق الأوروبية. هل أيضا هي الأخرى تتأثر بالبيانات الصينية، أم أنه شأنها الداخلي وبعض من قطاعاتها الفاعلة كما حدث في فرنسا وقطاع الاتصالات ستنعش مؤشراتها؟ سيكون لنا أيضا نظرة تفصيلية على أحوال العملات والسلع بعد قليل. نعود من جديد إلى ضيف السيد وليد جرادات. الحديث هذه المرة عن المنطقة الأوروبية وحتى هي تتأثر بما يحدث يبدو لي في الصين، لكن فرنسا وضعها اليوم مختلف، عندهم توقعات بأن الربع الأول ممكن تكون معدلات النمو فيه أفضل نوعا ما. برأيي فعلا أنه خليني أرجع على أزمة الأسواق الناشئة رولا، اللي كان فيه خروج كبير من الاستثمارات من الأسواق الناشئة. هذه بعض هذه الاستثمارات توجهت كما ذكرنا سابقا في مقابلات سابقة أنه توجهت إلى المنطقة الأوروبية، وخصوصا كانت فرنسا إحدى هذه الدول. يعني هذه أحد الأسباب التي كان رفع مستويات التوقعات النمو بالنسبة لفرنسا من قبل البنك المركزي الفرنسي. نعم، دعنا نتوجه من جديد إلى الداخل الأوروبي. يبدو أنهم بيعيدوا التذكير بأزمة أوكرانيا وروسيا، وفي مساعدات هالمرة يعني قيل بأن المساعدات 11 مليار تتقلص إلى 3 مليارات مقترحة ستقدم إلى أوكرانيا كمساعدة. هل ما يزال الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ضم أوكرانيا؟ وإحنا بنعرف أنه يعني الرئيس السابق الذي لجأ إلى موسكو كان ضد فكرة أنه تتجه أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، هو مع أنه تكون تحت مظلة روسيا. هذه الإشكالية هل تتفرغ الاتحاد الأوروبي لحلها في هذا الوقت؟ برأيي أنه هذه المسألة هي قد تكون سياسية بحتة، لأنه عم نشوف أنه في تعنت روسي للسيطرة على أوكرانيا وعدم
انضمامها الى وقائع تهجناه وعدم انضمامها الى الاتحاد الاوروبي للخروج للحيلوله دون الخروج عن سيطرتها، وذلك ويحاول الضغط على عليها عن طريق الغاز، وتحاول ايضا روسيا الضغط على الاتحاد الاوروبي عن طريق الغاز الذي يمر عبر اوكرانيا. ولكن برايي اوروبا هي تحتاج اوكرانيا لما لها من اهميه استراتيجيه في أوروبا الشرقية بالذات، وبرأيي في حال أنه كان في هناك حكومة قادمة في أوكرانيا سيكون فعلا في هناك انضمام للاتحاد الأوروبي، لأنه هذه هي بالأكثر رغبة شعبية أكثر من أنها رغبة سياسية. هناك رغبة شعبية، يعني في كثير من الاستفتاءات كانت أنه فعلا هناك رغبة شعبية كبيرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن هنا يبقى السؤال أنه هل سيضيف انضمام أوكرانيا عبء آخر على الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا كان في عندك شأن سياسي وفي عندهم أمور والمشاكل المادية والمشاكل الاقتصادية بشكل كبير؟ أيضا المنطقة الأوروبية في انتظار أخبار جديدة اليوم، بيانات تأتينا، بيانات الميزان التجاري في ألمانيا، وكان الحديث أنه ربما التوقعات بأن حجم الصادرات الألمانية تحسن هذه الفترة، وكان عندنا مخاوف بأن قوة اليورو ربما ستضعف نشاط الصادرات. أيضا ننتظر بيانات الإنتاج الصناعي والتصنيعي في المملكة المتحدة لشهر كانون الثاني، أذكر بما أغلقت عليه هذه المؤشرات تحديدا في جلستها للأمس، وماذا بعد افتتاحيتها وهذه التوقعات. فوتسي البريطاني تراجع ب3 أعشار النقطة، وداكس كان أيضا سجل تراجع ب9 أعشار النقطة. هذان المؤشرات ما ننتظر منهم البيانات اليوم. أعود لك سيد وليد، الموضوع متعلق بحركة اليورو، إذا بقي بهذه القوة إلى أي مدى ممكن يضعف سوق الصادرات باعتقادك؟ الموضوع هرولا أكبر من أنه يضعف سوق الصادرات، الموضوع أنه كمان ممكن تدخل يرجع الانكماش مرة ثانية لأوروبا بسبب هذا الارتفاع. يعني إحنا وصلنا لمستويات $1.39 تقريبا، واليورو ما عم ينزل دون مستويات $1.38.50. هناك بعض توقعاتنا تقول أنه اليورو لمستويات $1.39.70 أو $1.80 تقريبا، ولكن أنا برأيي أنه هنا لازم البنك المركزي الأوروبي يدخل، لأنه هذا فعلا يضر الاقتصاد الأوروبي وبالاقتصاد الألماني بالذات. يعني نحن بنعول على ألمانيا كونها عراب اليورو، أنه هي تشيل الاقتصاد الأوروبي وتحمي الاقتصاد الأوروبي من أي انكماش قادم. سيد دراغي في المؤتمر الصحفي يوم الخميس قال أنه مستويات التضخم المستهدفة خلال عام 2016 أو آخر 2016 هي 1.7 و1.8، ولكن مع هذه البيانات أو مع بقاء اليورو في هذه المستويات لا يتوقع أن نصل إلى الهدف المستهدف البنك المركزي الأوروبي. الأداة الوحيدة المتبقية في يد البنك المركزي الأوروبي هي خفض سعر الفائدة بالنسبة لليورو إلى مستويات 10%. ولكن مستقبلا أتوقع أن يكون إذا ما نجحت هذه الأداة في دفع مستويات التضخم إلى هذه المستويات المطلوبة، مستويات 1.8 و1.7، أتوقع أن يكون في قد يلجأ وقد يكون مضطر البنك المركزي الأوروبي اللجوء إلى عملية تيسير كمية. أرجو أن تبقى معنا سيد وليد، سنعود بعد قليل هذه المرة مناقشاتنا حول مستويات أسعار النفط العالمية. الأمريكي يتأثر بتوقعات بارتفاع المخزون، لكن برنت ربما شأنه آخر مرتبط بالأوضاع في ليبيا، نتابع بعد قليل. نتابع معكم أيضا في الأسواق العالمية تحركات العملات في جلستها لهذا اليوم، من يواجه الضغوطات من جديد؟ نجد حبذا لو أخذنا القائمة الأولى التي تعنى بالأساسيات في هذه العملات، تحركات اليورو مقابل الدولار نجدها اليوم على $1.3862. الدولار مقابل الين، هذا الزوج نبقي أعيننا عليه وخاصة في المستهدفات القادمة له، على 133 في جلسة اليوم. الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بقرابة ربع النقطة المئوية. الاسترليني مقابل الدولار أيضا نوعا مع المكاسب، لكنه يحاول يكون على الحياد على $66.41 تقريبا. عملات العائد المرتفع أيضا هذه المرة تتأثر. فقط أذكر أن الإسترليني بتأثر بالبيانات المنتظرة والمتعلقة بالبيانات الصناعية، الإنتاج الصناعي، لذلك سنجد التقلب واضح وربما سيواجه موجة هبوط لثالث جلسة له إذا ما جاءت البيانات بأضعف من المتوقع. نتابع أيضا المزيد من العملات الأخرى
وإلى اليورو مقابل الين نجده أيضا على تراجعات إلى 143 الاسترليني مقابل الين. أذكر من جديد الين اليوم بيسحب معه أسهم قطاع التصدير وإلى الارتفاع، أو هو متراجع اليوم كما نلحظ. الدولار مقابل الفرنك السويسري على مكاسب. ونكتفي بهذا القائم، نعود إلى عملات الدول الناشئة ونجد تحركاتها كيف تبدأ اليوم، وخاصة الروسي كيف تبدو لدينا تحركاته، في انتظار طبعا لاحقا افتتاح التداولات في الأسواق الأوروبية، لنلحظ أن الدور الآسيوي عادة لا تشكل خطر كبير جدا على هذه الأزواج. دولار مقابل الروبل الروسي، مرتفع الدولار لغير صالح الروبل. من جديد إلى ضيف السيد وليد جرادات هذه المرة والحديث عن تحركات الباوند أو الجنيه الاسترليني. إذا ما جاءت البيانات الإنتاج الصناعي إيجابية أو غير إيجابية أو سلبية، يعني كيف ممكن تشوف توجهات الباوند اليوم؟ حقيقة لأن تحدنا تراجعات أمس بالباوند تحسبا لهذه، أو تراجعات هي كانت تراجعات فنية، لم يكن هناك أي أخبار، تحسبا لهذه البيانات التي قد تأتي بشكل سيء. ولكن الأهم من هذه البيانات، لدينا هون اليوم اجتماع أو جلسة الاستماع لتقرير التضخم من البنك المركزي أو من بنك إنجلترا. بيانات الانتاج الصناعي إذا ما جاءت فعلا دون التوقعات رولا، قد نرى الجنيه الاسترليني عند مستويات الدولار و 66 ودولار و 65 85 تقريبا، هو مستويات دعم قوية في الواقع. نعم، خلينا نشوف النفط كيف بتحرك. وعندنا بعض من التوقعات بأنه يكون في يظهر عندنا المخزون الأمريكي ربما فائض، وسبب تراجع انحسار موجة البرد والصقيع وخف الطلب على وقود التدفئة. بنرجع بنشوف نوعا ما بيرتفع، مع أنه كانت الإشارة تشير إلى أنه ممكن يرجع يتوجه إلى التراجعات مع زيادة في المخزون. ماذا عن برنت بتأثر بالأوضاع المتأزمة في ليبيا، خاصة أنه بغذي منطقة أوروبا وشمال إفريقيا، بيرتفع أيضا هذه المرة الطلب عليه بعد ما تعطلت لدينا من جديد عمليات إنتاج النفط في أكبر الحقول الليبية. سيد وليد، كيف تجد العلاقة اليوم، أو هل ممكن توقعات بزيادة المخزون الأمريكي تأثر على أسعار النفط لاحقا؟ يعني بالتأكيد لاحظ الأسبوع الماضي كان هناك في تراجع في مستويات في أسعار النفط بعد تقرير المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية، فعلا كان تأثر كبير. ولكن لاحظنا أنه استمر التراجع بسبب سوء البيانات الصينية التي أتت الأسبوع خلال بداية هذا الأسبوع، خلال الويك إند أو خلال إجازة نهاية الأسبوع يوم السبت. لاحظنا تراجعات يوم أمس، عدنا إلى مستويات تقريبا بالنسبة للخام الخفيف. نعم. خام تكساس عندنا مستويات 185، واليوم ارتفعنا لمستويات 135. أنا برأيي أنه النفط يتأثر بشكل كبير رولا بالعوامل الجيوسياسية، إذا ما كان في هناك تصعيد من قبل روسيا في بالنسبة لمنطقة شبه جزيرة القرم. نعم. قد نشهد ارتفاع، قد نعود لمستويات 105، ولكن إذا ما استمر الهدوء سوف نعود لمستويات 98 دولار. وأشكرك جزيلا شكر ضيفي السيد وليد جرادات كبير المحللين في HY Markets. شكرا.